الفنان محمد نجاتي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي واهلا بجمهور الهلال. اهلا بيكي. مشاركتك النهارده في حضور نجوم من دول شقيقه مختلفه وتكريم وتنظيم، كلمنا عن اليوم ده بكل تفاصيل. انا طبعا مبسوط جدا ان انا موجود في مهرجان زي دوت، لان انا بعتبر مشاركتي ومشاركه كل النجوم العرب بمثابه تعاون عربي فني. ان شاء الله نجني ثماره في الفتره القادمه، لان احنا محتاجين جدا ان احنا يكون في تعاون عربي علشان نقدر ننافس عالميا. مش هكون مبسوط اني انا اقول هذا العمل مصري او هذا العمل سوري، اكون مبسوط اكتر لو قلت هذا العمل عربي. وانا بصراحه بغير وحابب اني زي ما اوروبا عملت وبقت وحده وبقت تقريبا دوله واحده، وامريكا دوله واحده، احنا كمان ليه ما نبقاش دوله واحده؟ على فكره احنا عندنا افكار ومواهب وقوه فنيه مش طبيعيه، وعندنا اموال ممكن تضخ في الاعمال الفنيه ننافس بيها عالميا. بس مش عارف، كل واحد فينا بيقول يلا نفسي. فالمهرجانات اللي من النوع ده والمونديالات اللي من النوع ده هي اللي بتقربنا ببعض، وهي اللي بتخلينا ان احنا يبقى عندنا فرصه ان احنا نقابل بعض ويحصل بينا وبين بعض كونترات ونحصل بينا وبين بعض شغل. ايه اعمالك كتير دراما وسينما، ايه الكاركتر اللي لسه حابب تقدمه الفتره الجايه؟ والله السؤال ده لسه بدري عليه، يعني محتاج اعمل ادوار كتير قوي عشان يفضل لي دور او اتنين اقول لك نفسك فيهم. انا اللي نفسي فيه فعلا ان انا اقدم كل الادوار. ان شاء الله اعمالك القادمه ان شاء الله بقدم مسلسل اسمه سعيد شبرا في الفتره القادمه، بيتم كتابته في الفتره دي، وان شاء الله هنعلن عنه في الفتره القادمه لما نرشح بقيه ابطال المسلسل باذن الله. فهمت كده من اسمه ان هو ممكن يكون اجواء شعبيه وكده؟ مظبوط، وهو بيناقش قضيه الشغل وقضيه ان الواحد عايز يلاقي نفسه يلاقي كيانه، فبيتعب في ان هو يدور على شغل طول الوقت، وبعدين بيجي له فرصة سهلة لو خان بلده فيعمل كده او لا، ويقدر يكسب فلوس اسرع بكتير. مظبوط. هل هتبيعي وطنيتك وهتبيعي حياتك وناسك عشان تكسبي نفسك بالحرام، ولا هتقرري ايه؟ وهي ده القضية اللي بنناقشها من خلال المسلسل ان شاء الله.